منتخب كاب فيردي ضمن صدارة المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية بعد جمع 6 نقاط، وده قبل مواجهة الجولة الأخيرة قدام مصر. التأهل ممكن يحصل لمصر في 3 حالات أو انتظار موقف أفضل توالت. منتخب مصر يقدر يحسم تأهله بشكل مباشر للدور الثاني بالفوز في ماتش كاب فيردي، وقتها هيكون منتخب مصر في المركز الثاني ويقابل تاني المجموعة السادسة مجموعة المغرب. ممكن كمان منتخب مصر يتأهل في المركز الثاني لو تعادل مع كاب فيردي، بس بشرط ان ماتش غانا وموزمبيق ينتهي بالتعادل بأي نتيجة. المفاجأة بقى ان منتخب مصر ممكن يتأهل مع الخسارة امام كاب فيردي بشرط تعادل غانا وموزمبيق سلبيا، وان منتخب مصر يخسر 1-0 بس. والسر هنا في اللايحة، لان وقتها هيكون 3 فرق مصر وغانا وموزمبيق عندهم نقطتين، وفارق الأهداف لمصر وغانا -1 وموزمبيق -3. وقتها هيتم اللجوء للمعيار التالي في معايير التأهل، وهو الأهداف المسجلة في مباريات الفرق المتعادلة في النقاط. منتخب مصر سجل 4، ومنتخب غانا في الحالة دي هيبقى سجل 3 أهداف وموزمبيق 2، فيتأهل وقتها منتخب مصر. انت بقى توقعاتك ايه لمباراة كاب فيردي؟